السلام عليكم أعزائي الطلبة. الحقيقة إحنا ما صارت فرصة أن نلتقي مباشرة في هذه المحاضرة الرابعة من كولودال سيستم، ولكن دا أسجلها لكم وأرسلها. هذه تكملة لموضوع الاستابلتي أوف ذا لايوفوبيك كولويدال. قلنا أنه الكولويدال سيستم لو لايوفيليك أو لايوفوبيك، هاي ما تنسوها إن شاء الله. الآن راح ناخذ الاستابيليتي اوف لايوفوبيك، يعني اللي يعني قلنا اتس نوت اللي يعني هيت اوف ذا سولفنت، هذا اللايوفوبيك. اكو عندنا نظرية اسمها نظرية دي ال في او، اللي هم هذول مجموعة من العلماء او الدارسين باحثين ثيوري اوف ذا لايوفوبيك كولويدال ستابيليتي، باعتبار تعرفون من اهم شيء بالأي سيستم انه يكون شد بي ستيبل، وهذا اهم نقطة، يعني من بعد ما يسووا له فورميليشن ويصنعوه شد بي ستيبل. زين، فاحنا نجي على من على هاي النظرية نشوف شنو الفكرة الأساسية مالتها. فبشكل عام اكو نظريتهم او الثيوري مالتهم هي معتمده على ال VT equal to the VA plus VR. VT هي total potential energy، لان هو شنو معنى stability؟ انه هنالك transfer of energy from one part to another part، from one نقول state to another state. فهو هذا ال total potential energy of interaction هذا ال VT. So VA هي ال van der Waals attraction، والR هي الالكتريكال ريبلشن، لانه عاده الاستابيليتي اوف بارتيكلز لما يكون بيناتهم اكو اتراكشن او ريبلشن بيناتهم يصير يعني ابتعاد ريبلشن. فالنهائية او الصافي من هذا الانتراكشن هو يسموه الفي تي. So this theory ignore the effect on the stability of absorbed polymers، باعتبار انه هاي النظريه ما تعتمد او تهمل effect on stability of absorbed polymers. البوليمرز اللي هم راح نخليها ويا السولفنت، لانه تدرون اللايوفوبيك ما يمتزجن بين السولفنت والبارتيكلز، نحتاج نحط سيرفيس اكتيف ايجنت، نحط مثلا بوليمرز اللي يخلي امتزاج يصير بيناتهم ويعطيني dispersion system. هذا الابزوربد بوليمر هنا ما يأثر، يعني ماذا يعني ignore this effect. So the repulsion areas، منين ال repulsion تنشأ؟ ال repulsion منين يجيني؟ يجيني أما من يسموها the like charge on the surface of the particle، يعني وحدة minus وحدة minus، ف like charge on the surface راح يصير بها repulsion. Or من ال overlapping of diffuse reagent، من يصير overlapping of diffuse reagent وعدد ال particles أو عدد ال charge species هواية، فيزداد عندي ال osmotic effect، يصير عندي osmotic effect. Then osmotic effect produced by increased number of charge species on the overlapping diffuse reagent. Diffuse reagent شنو هي diffuse reagents؟ من نقول إحنا هاي ال particle، هاي المنطقة اللي داير ما دايرها يسموها ديفيوز ريجن، هاي المنطقة اللي بيناتهن يصير يسموها ديفيوز ريجن. لما يكون التشارج هنا هواية كمية كبيرة يصير عندنا اوزموتيك بريشر، فإذا من هاي ينتج عندنا ريبلشن. أو من مثل ما قلنا بارتيكل ويا بارتيكل متشابهات، هي التشارجينج يصير بيناتهن أيضا حالة عملية ريبلشن. إذا هذا منشأ الفي آر، الفي آر اللي هي potential electrical repulsion of يعني electrical repulsion. اوكي زين، هذه هي خلاصة النظرية، انه هذه on the surface then two particles between هذه ال particles and the other one، هذه minus minus يصير repulsion ويصير attraction، ايضا يصير attraction اللي هي between particles and the solvent. فلذلك شوفوا هذا الدايجرام شو يمثل؟ يمثل الاخضر خط الريبلشن الابتعاد، وهذا الاتراكشن خط الاقتراب، والنت مالته هو هذا. يعني خلاصه نتيجه التفاعل ريبلشن واتراكشن راح تؤدي عمليه الفي تي اللي هي هنا قلنا عليها الفي تي، تمام؟ هنا سببها الباندر فال فورسز، وهنا سببها الريبلشن،
وبالنتيجة يصير عندي في تي بوتنشال انرجي، هو الأساس اللي يعطيني قوة وستابلتي اوف ذا خلينا نقول اني مو سسبنشن نقول عليها كولويدال سيستم. زين هذا المطلوب عندنا. فاذا فهمنا هذا الموضوع هسه نجي على بعض التطبيقات اللي موجوده حتى نجي نحقق نجي نشوف شنو اللي يفيدنا بهاي العمليه. زين اذا اللايوفوبيك كولويدال از ستابلايز انتيرلي باي الكتريك تشارج on the on their surfaces. هاي ذكرناها انه هي السيرفس هي اللي تحدد لي الالكتريكال تشارجز الموجوده، تمام ولا؟ وهذا اللي هي تحدد لي الاستابلايزيشن اوف ذا اني بارتيكل. زين اذا قلنا هذا الشيء وذكرناها سابقا قلنا انه it is very sensitive to add electrolyte. اللايوفوبيك عاده بس تضيف اي الكترولايت هاي الالكترولايت راح تزداد يعني تقل استابلتي مالتها. ليش؟ لانه اكو عندي راح تصير الالكترولايت تعطيني ايونات، تدرون ايونات بالمحلول، فاذا تسوي عمليه الريبلشن زياده او الاتراكشن زياده وبالنتيجه يصير بريسيبيتيشن. فعندي هاي الحاله يقول فور ايونز هافينج تشارج، فور ايون هافينج تشارج اوبوزيت تو ذات اوف ذا بارتيكل the precipitation power increase. لما انا احط فد هاي البارتيكل سالبه واخلي انا اذب الكترولايت اللي يكون بوزيتيف راح يسبب عمليه البريسيبيتيشن، اذا راح يصير عندي زياده الاتراكشن بيناتهم. عندنا فور هافينج ا تشارج اوبوزيت تو ذا بارتيكلز ذا بريسيبيتيشن باور انكريز رابيدلي وذ ذا بالانس اور تشارج اوف ذا ايونز. معتمدة على البالانس، معتمدة على charge of ions. لو فرضنا أنا أخذ ألمنيوم راح يشوفه أكبر من الكالسيوم precipitation، لأن البالانس مع الألمنيوم 3 positive بينما الكالسيوم 2 positive and sodium. وهذه أدلة على أنه إن ions تأثر على stability مارتن الكولويدال لايوفوبيك كولويدال لايوفوبيك كولويدال. طيب شو يصير عندي؟ يصير عندي concentration of electrolyte at particular concentration تتجمع accumulation of opposite ions reduces its zeta potential below its critical value resulting aggregation. العملية كل اللي دي يصير انه من اضيف ايونات، هاي الايونات راح تسبب لي عملية في concentration محددة تقلل لي باعتبار هي opposite تقلل لي reduce the zeta potential below its critical value. مثلا critical value minus 30 انا اقللها، فمن اقللها معناها اقلل استابلتي مالته resulting in aggregation. طيب mixing of oppositely charged mixing of oppositely charged colloidal particles leading to mutual precipitation. بالنتيجه ال oppositely charged سبب لي leading to mutual precipitation ترسيب بالماده اذا ما تكون stable. طيب الآن أدي colloidal system stability of lyophilic colloidal تيجى lyophobic. هذه lyophilic قلنا اللي هي lyophilic اللي هي solvent like أو يعني تحب solvent وما عندها مشكلة. النقطة الأساسية stabilize by combination of electric double layer، ذكروها electric double layer اللي zeta potential interaction and solvation. إذا اللي يسبب لي عملية stability بالنسبة lyophilic colloidal هو combination of electric double layer interaction و solvation. و solvation كما ذكرتوها الparticles لما تكون عندي بها بعض الجروبات ويا الwater أو ويا solvent سبب لي interaction، سميها نوع من أنواع ال solvation يعني الارتباط بينها وبين المحلول تدرون. طيب unaffected by the small amount of adding electrolytes. هذه ما تتأثر بإضافة الإلكترولايت بس small amount، لا تنسوا small amount. شوف ديك اللايوفوبيك كانت تتأثر بالإلكترولايت، هذه small amount of adding electrolyte ما تتأثر بها. When concentration of electrolyte is high salting out occur. من يصير عندي زيادة إلكترولايت راح يصير عندي يسموها salting out. وتعرفون شو معنى salting out؟ هي sorting out power ranking by هم هذا هامفستر اللي هو العالم or lyotropic series اللي هو شنو عندنا شافوا الستريت
أكثر قوة من السلفيت وأكثر قوة من الكلور في موضوع السورتينج أوت. زين، it is directly related to the hydration of ions. أيهما الهيدريشن أعلى هو اللي راح يسبب لي sorting out. فباعتبار هذا شوفوا minus 3 minus 2 minus 1. الفرق بين ده هذه sorting out هو أنه عملية خروج البارتيكلز بشكل precipitate على شكل salt، هاي سميه sorting out حسب قوتهم. السترات ياخذ المادة ايون من المحلول ويسبب او من الكولويدال سيستم ويسبب لي بريسيبيتيشن على شكل سولت، يسميه سولتنج اوت. فسولتنج اوت افكت كولويدال ماتيريال لوزز اتس ووتر اوف سولفيشن تو ذوز الكترولايت اور ايونز ويتش هاف سترونج هايدريشن كاباسيتي باور ريزلتنج ان co-asservation. سميها المادة سميها co-asservation. فإذا sorting out effect شو عندي ايش راح يسبب لي؟ أن ال colloidal material تفقد its water of solvation to those of to those electrolyte or ions. إذا solvation كنا to those of loses its water of solvation to those electrolyte or ions which have strong hydration capacity. يعني السترات بها strong hydration capacity مو مثل السلفيت. لذلك شو يسوي لي؟ يسوي لي co-asservation، نسميها co-asservation. هسه نجي نشوف شو معنى co-asservation. طيب اذا خلصنا من موضوع او بعدنا مستمرين في lyophilic stability. لما نسوي mixing hydrophilic colloidal with solvent such as acetone and alcohol شو يسوي لي؟ turns hydrophilic colloids into lyophobic colloidal. يعني اللايوفيليك يحول الى اللايوفوبيك من اضيف لي من اضيف اسيتون او اضيف الكحول زين عليه يتحول الى اللايوفوبيك كولويد، لان هذه مواد اورجانيك والمواد الاورجانيك تسبب لي عمليه خلينا نقول ازاحه بالسولفنت اللي هو الاكويس واللي هو يعني عفوا خلينا نقول يتحول من لايك سولفنت الى هيد سولفنت يسميها هيد سولفنت لايوفوبيك. طيب addition of a small amount of electrolyte may result in coagulation. بحالة وجود هذني الأسيتون أو الألكوهول بس أضيف شوية small amount of electrolyte يصير عندي aggregation. طيب قبل شوية قلنا co-asservation، شنو معنى co-asservation؟ co-asservation هي the separation of the lyophilic colloidal lyophilic هذا colloidal into two liquid layers. Two liquid layers يصير عندي هذا المحلول اللي هو ال colloidal system يصير two liquid layer. Two liquid layers عندنا which one is colloidal aggregate، يعني one is rich in colloidal aggregates يصير جوا الaggregate وكلش غني بها on the addition on addition of the another substances. طيب the bottom layer is colloidal rich layer which is known as co-asservate. The upper layer is colloidal poor with low viscosity. واحد يصير قلنا البوتم يصير هو الكولويدال ريتش والجو والفوق يكون الابر اللي هو كولويدال بور، فهذا يعتبر انستابل. اذا هذا يسموه انستابل هذا فهذه مشكله. يعني co-asservation is an indicator of physical incompatibility or instability. Okay. Co-asservation can be induced by addition of electrolyte. كان ممكن يصير co-asservation by induced addition of electrolyte. تمام ولا non-solvent or a positively charged lyophilic colloidal. إذا ممكن يصير عندي co-asservation induced by addition electrolyte. Non-solvent يعني شنو في المادة هي مو solvent or a positively charged lyophilic colloidal. إذا أريد أمز جوية another colloidal system وهو opposite charge راح يسبب لي co-asservation أو electrolyte موجودة or non-solvent. شايفين شلون؟ طبعا هاي الظاهرة اللي هي co-asservation تفيدني في بعض الأحيان في تحضير ما يسمى بالمايكرو encapsulation. مايكرو encapsulation يعني من أريد أحضر فد مادة يسميها مايكرو encapsulation أستخدم هاي الطريقة يترسب عندي small capsule اسمها micro encapsulation. هاي وحدة من الطرق بالتطبيقات
نستفاد من عندها. طيب الآن هذا التغير اللي صار بالكولويدال سيستم شلون اقيسه؟ اقيسه على اساس الانرجي، تمام؟ على اساس الانرجي قلنا incompatibility instability هو مرجعه لمن؟ الى الحقيقه تغير بالانرجي، انرجي مالت السيستم نفسه. طيب الانرجي يعني شنو؟ يعني يفقد شيء او يكتسب شيء، تمام ولا لا؟ ففري انرجي تشينجز تغيراتها during the interaction between two particles convert into converted العفو العفو covered with polymers. يعني انا اذا اخلي مثلا particle اسوي لها covering بالبوليمر، هاي البارتيكل راح اسميها covering بالبوليمر، فاني شنو هو الفري انرجي اللي راح يصير بيناتهم؟ يعني راح شنو العلاقه بين الكفر بوليمر ويا البارتيكل؟ ايش راح يصير من انتراكشن؟ لاحظوا عندنا ما يسمى بالجيبس، شو اسمه، قانون جيبس لا تذكره بالثيرموداينامكس، اللي هو القانون الثاني اللي هو دلتا اش تساوي لدلتا دلتا جي، العفو دلتا جي تساوي لنا دي دلتا اتش ناقص تي اس تي دلتا اس، اللي هو هذا انثالبي وهذا انتروبي، وهذا هو اللي الماده اللي هي الدلتا جي اللي هو الجبس. اذا دلتا جي هي معناها تشينج اوف ذا فري انرجي، هاي اول قضيه. دلتا اتش هي تشينج اوف ذا انثالبي، الانثالبي تعرفون هي الهيت ابزوربد اور ريليز، يعني احنا دائما التغير في اي رياكشن اكو يصاحبه ابزوربد اوف هيت اور ريليز اوف هيت ديورنج انتراكشن، اور حتى السولوبيليتي او حتى الميكسينج. طيب دلتا اس هي تشينج اوف ذا انتروبي، تشينج اوف انتروبي يعني تشينج اور انرجي يوز تو انكريز ذا randomness or disorder، randomness or disorder يعني انتم تعرف هذا الانتروبي اللي هو الانرجي المطلوبه لتغيير الاوردر. اكو عندنا لما عندي مثلا محلول واريد اخي احركه، ها اسوي ميكسينج، اول الحركه هذه اكو اكسر الاواصر او اكسر الاشياء المطلوبه حتى اغير اسوي يعني disorder، اسوي disorder، بعدين تجي العملية الميكسينج وتكملتها ثم الابزوربشن، ثم يجي عندنا ريليز اوف هيت اور اللي هو الدلتا دلتا اتش الانثالبي، فالديس اوردر اوف انتروبي. طيب ذن ثلاثتين هن يسموها سكند لو اوف ذا ثيرموداينامكس. اذا كان النيجاتيف الدلتا جي هاي نيجاتيف معناه انديكيت ذات ذا بارتيكلز هاف اجريجيتد، اذا كانت نيجاتيف يعني indicating that the particles have aggregated، راح يصير بها تجمع، راح يصير بها يجوز يعني ترسيب. لكن إذا كانت positive لا particles are dispersed، يصير عندنا dispersion system. هذا الفرق بين إذا نقيس الثيرابي، إذا نقيس ال energy أو thermodynamics of any system لازم نقيس الدلتا جي ال free energy. فإذا كانت free energy هي positive إذا معناه particles are dispersed. طيب الآن أنا عندي when both delta H and delta S are negative، إذا delta S العفو T multiply by T temperature، طبعا الجلفن بالدلتا S راح يطلع أكثر من الدلتا H، إذا الدلتا G is positive، إذا أكو dispersion stable، إذا dispersion stable. شلون هاي صارت؟ يعني الآن لو فرضنا هذه negative وهذا ايضا نيجاتيف، النيجاتيف في النيجاتيف صار عندي هنا بوزيتيف، تمام ولا لا؟ وهذه كانت اكبر من هذه، اذا معناها النتيجه بوزيتيف، النتيجه تطلع بوزيتيف دلتا جي، اذا معناها الديسبرجن سيستم از ستيبل، اذا الديسبرجن سيستم از ستيبل. نسميها هذا انتروبيك ستابلايزيشن اكرز ان نون اكويس ديسبرجن، اوكي؟ إذ أول نوعية هذا اللي هو يكون dispersion stable entropic stabilization، إذا entropic stabilization occurs in non-aqueous dispersion. لكن when the delta H and delta S are positive and delta H أكبر من delta من T multiplied by delta S، إذا النتيجة طلعت دي delta G is positive، أيضا dispersion is stable، تمام ولا لا؟ is stable
وهذه نسميها انثالبيك ستابلايزيشن. ذاك انتروبيك ستابلايزيشن هذا انثالبيك. ليش؟ لانه الانثالبي هي هنا اكبر من الانتروبي، هنا الانتروبي اكبر من الانثالبي، هنسميه انتروبيك ديسبيرجن، نسميه انثالبيك ستابلايزيشن. زين، انثالبيك ستابلايزيشن is common with aqueous dispersion. هناك ويا من؟ ويا non aqueous dispersion. أنا ويا aqueous dispersion. Example على هذا: particles stabilize with an polyoxyethylene chain. Polyoxyethylene chain هذا اللي هو ويا aqueous يكون عندي stabilize لأنه enthalpic stabilization. زين، إذا عندنا الانثالبيك ستابلايزيشن أكو عندنا البارتيكل اللي بالتوب والبارتيكل اللي بالبوتوم، هذا البوتوم هذا التوب، تمام ولا لا؟ لحظة، شنو اللي يصير؟ اللي الشكل اللي موجود بالتوب عادة الاستابلايزنج اللي هي البولي أكسي أثيلين تشين تسوي لي هيدروجين بوند ويا الووتر. هذه الآن التشين، هاي التشين تسوي لي هيدروجين بوند ويا ال H2O اللي موجود اللي هو اكويس سوليوشن. زين، بينما البوتوم ايش دايصير ستابلايزنج تشين اوفرلابينج، يعني هي تشين تتداخل ويا التشين. When the distances between the particles is twice the length of stabilizing chain. زين، عندما يكون المسافة تقريبا ضعف البارتيكل عفوا طول الاستابلايزنج تشين، اذا راح يصير عندي هايدريتنج ووتر، وبالنتيجه النهائيه راح يصير عندي المولكيول ار ريليز. زين، شو عليها عفوا ار مولكيول ار ريليز ريزلتنج ان بوزيتيف دلتا اتش، مثل ما قلنا احنا هذا نسميه انثالبي، نوعها دلتا اتش انثالبيك ستابلايزيشن. اذا هذا واضح صار الفكره. هذا المثال اللي قبل شوي اعطيناكم اياه هو مثال البولي اكسي اثيلين تشين، هو باعتباره اللي راح يسوي ستابلايزيشن من خلال اما حاله الهيدروجين بوند ويا تشين مالته، او من خلال الاوفرلابينج بتوين التشين اوف ذا تو بارتيكلز، وهذه راح يسبب لي انثالبيك ستابلايزيشن. وقلنا قبله النوعه النون اكويس سوليوشن اللي هو راح يسوي لي انتروبيك ستابلايزيشن. طيب الان عندي الاستريك افكت ديبند اون وات. الاستريك افكت يعني تقدر تقول التاثيرات المعوقه، مثلا الهيدروفيليك بوليمر تشين لينث طولها، هذا مهم، هذا يعتبر استريك افكت، لانه اذا كانت طويله او قصيره يصير اوفرلابينج ما يسوي هيدروجين بوند. فإذن الهيدروفيليك بوليمر تشين لينث. بعد the interaction of the solvent and chain، قد يتعامل التشين ويا الووتر أو ويا الأكويس المحلول. زين، the number of the chains per unit area of interaction surface. فأما طبيعة اللينث مالت البوليمر تشين أو الانتراكشن between the solvent and the chain، واي نمبر اوف ذا تشين الموجوده في كل بارتيكلز موجوده على السيرفس. اذا كل هذني عوامل تعتبر ستريك، يعني تزيد او تقلل من ستابلايزيشن اوف ذا كولويدال سيستم. اذا ستابيليتي اوف كولويدالز كان بي كنترولد باي تشينج ذا بروبرتي اوف ذا كولويدال بارتيكلز، اما اغير طبيعه الكولويدال بارتيكل طبيعتها، او اغير البي اتش اند ايونيك كونديشن اوف ذا ليكويد، or steric means يعني هاي العوامل اللي قلنا اللي على السيرفس الصايره اللي هي attaching polymer or surfactant particles، حتى اغير الكولويدال سيستم يتطلب من عندي اغير وحده او اسيطر على وحده من ذني الامور. اما charge properties of colloidal system يعني positive or negative، or pH and ionic condition of the liquid، or steric means the attaching and attaching polymer or surfactant to the particles. هذني كلهم إنهم قدرة على السيطرة على colloidal stability. ال application وين أطبقها أنا هاي الشغلات؟ pharmaceutical application of colloidal system أطبقها بال emulsion اللي هي نوع الفات emulsion،
هذا راح ناخذ ان شاء الله بالكورس الثاني، راح ناخذ على الايمولشن. وعندنا بحاله اللي هي اسمها التكنيتونيوم 99، هذه نوع من انواع البريبريشن اللي هي نوع من انواع الانجكشن. مثال يعني مو مهم ان تحفظوا لي اياه، بس مهم تعرفون الابلكيشن مالته. لكن لازم تعرفون كالاتي ان البفرز may contribute to and potentiate instability of colloidal by forming insoluble salt with metal ions. Example phosphate buffers. من اخلي بفر سوليوشن وهذا راح يسبب لي instability. ليش؟ نتيجة ما يسمى بال forming of salt or insoluble salt، تحول المادة إلى مادة غير ذائبة salt. وهذه ويا من أكو مواد metallic موجودة بالأيونز يتفاعل وياها، خاصة الفوسفات بفر سوليوشن. أوكي، insoluble phosphate salt precipitate، هذه السولت راح تترسب from a colloidal dispersion. This may co precipitated the colloidal particles. هي راح تكون عامل مساعد لترسيب ال colloidal particles. هو ال colloidal particles بي تعرفون يعني أكو بي particle اللي هو dispersing molecule، هذا ني راح يصير بيهن ترسيب. طيب بعد أكو استخدام use chelating agent or use non phosphate buffer هو الحالة الأفضل حتى ما يترسب عندي، ما يصير عندي الكليشن على مود ياخذ الميتال. الكليشن ياخذ الميتال ايونيك، والفوسفيت اغيره بنوع ثاني حتى ما يصير هاي الحاله. طيب الان نجي عليه من على البلد. ثاني شيء، هذا اول واحد نوعيه انواع الايمولشن، الاشياء اللي نستخدمها في الابلكيشن. وعندنا النوع الثاني هو البلد سبستيتيوتس اند بلازما اكسباندرز. اكو حاله تعويض للبلازما لحالات النزف الشديد، حالات العمليات الشديده، نحتاج انه بلد سبستيتيوت تعويض البلد والبلازما اكسباندر. فاذا فور ريبليسنج اند مينتينينج بلد فوليوم، اذا اريد انا احفظ الحجم مالت البلد فوليوم ثابت مينتينينج او اصلا اعوضه ريبليسنج، اذا ادفانتج مالته هو لو فيسكوسيتي. هذا النوع اللي استخدمه colloidal system هو يعتبر low viscosity. They allow early improvement of the microcirculation and reduces the risk of the transmission of infection. لما أنا أجيب هاي المادة وأعوضها وأخليها بمكان البلازما أو كذا، هي تعتبر low viscosity، فراح تقلل لي وتسرع لي أو improve تحسن microcirculation microcirculation and reduces the risk of the transmission of infection. بعد الكولويدز اللي نستخدمها، الكولويدز اللي نستخدمها هو الدكستران، مادة الدكستران or gelatin or gelatin and starch derivatives. هذا اللي بهن disadvantage، هذا المواد بهن disadvantage. أولا risk of the hypersensitivity، يعني ممكن أنا أستخدم كولويد of dextran or gelatin بس يسوي لي sensitivity لبعض المرضى يتعانون من عندها hypersensitivity reaction and high concentration example مثل الدكستران 40 يسبب هاي الحالة. زين، بعد الكولويدال اوزموتيك افكت راح يزيد الاوزموتيك بريشر، هذا ممكن ايضا واحدة من الديسادفانتج. بعد انهانسينج بلاد فلو باي ذا ادنا انهبيتينج اجريجيشن اوف ذا ريد بلاد سيل، اذا هو راح يحفز البلاد فلو باي انهبيتينج الاجريجيشن اوف ريد بلاد سيل. هذني كلهن هن الكولويدين من الكولويدز، هذني راح يسوون في حالة استخدامها في ال blood substituting and plasma. فواحدة من عدهين أكو disadvantage اللي هي risk of the hypersensitivity، واحدة من أيضا من الأشياء تسبب لي osmotic effect، واحدة من الأشياء تفيدني enhancing blood flow by inhibiting aggregation of the red blood cell. إذا هذه يعتبر أدفانتج، هنا أنا هاي هنا أنا أدفانتج، هنا أنا ديس أدفانتج. زين، والكولويدال إفكت، طبعا الكولويدال أوزموتيك ممكن تزيد ممكن تقل حسب الحالة اللي بيها. هذه واحدة من تطبيقات الكولويدال سيستم وين بالبلاد، بالبلاد نحتاجها طبعا
مستقبلا ان شاء الله راح نراويكم جزء من هذه البرودكتس الموجوده. طيب الان عندي اللي هو الاستابلايزنج سسبندنج اند جيلينج ايجنت. شنو هن المواد الايجنت اللي نستخدمها بحاله نسوي الاستابلايزيشن وتسوي لي سسبنشن وتحافظ لي او تسوي جيلينج؟ شنو هي المواد؟ المواد اما تكون لايوفيليك اند لايوفوبيك كولويدز increasing the viscosity of solution when dissolved or dispersed. اول شيء تزيد لي الفيسكوسيتي، هاي المواد الايجنت اللي نستخدمها كجيلينج ايجنت، سسبندنج ايجنت، ستابلايزنج ايجنت، شو تسبب لي؟ تسبب لي زياده في الفيسكوسيتي when dissolved in or dispersed. بعد لايوفيليك كولويد اكاجيا، مثال على لايوفيليك اكاجيا صوديوم الجينيت، هذه المواد تعتبر لايوفيليك يعني ذوب بالماء بالاكويس سوليوشن لايوفيليك يعني ويا الووتر، اذا اتس اول اتس اوريدي ميكس مثل هيدروكسي مثل سيلولوز اولسو. اوكي ونستخدمها بالارتفيشال تير تير بالارتفيشال تير اللي هو القطرات اللي تسبب لي الدمع الطبيعي او تغسل العين. ارتفيشال تير اللايوفوبيك كولويد لا، من هو البنتونايت؟ مثال عليه البنتونايت زين، وهذه البنتونايت طبعا لا ما راح يكون دائما بالووتر بالاكويس سوليوشن. اكزامبل ايضا الجينيك اسيد وصوديوم الجينيت. صوديوم الجينيت 100% على الاكويس، بس ممكن نستخدمه بالطرفين، نستخدمه بالالكولويد باللايفو اللي عندنا اللايوفوبيك وعندنا اللايوفيليك. طيب شوف التريتمنت اوف ذا جاسترو اوزوفيجس ريفلكس، عندنا هاي وحده من اشياء كمثال على تطبيقاته اللي كولويدال سيستم. انا اجي اعالج الجاسترو اوسوفيجال ريفلكسس اوكي، فاني شو اسوي؟ اجيب الالجينيت ماده الالجينيت زائدا الانتي اسيد اللي هو ضد الحموضه، او اخلي اتش 2 ريسبتور انتاجونست. انتاجونست اتش 2 ريسبتور انتاجونست اللي هي مواد يعني جماعه من السايميتيدين والفاميتيدين والى ان توصل الى انواع اخرى موجوده سابقا تستخدم، واخليها هاي الماده يصير عندي الجينيت زائد وجود الجاستريك اسيد راح يقلل عندي الاسيديتي اوف ذا جاستريك كونتنت، وبالنتيجه يصير عندي فد فيسكس جل. وين يصير فيسكس جل؟ يصير طايف بالمعده. It's float on the top of the gastric content acting as a barrier to reduce the reflex. هاي عملية الرفلكس اللي احنا نصير عند الانسان نتيجة زيادة الحموضة، سوء الهضم، هذا نستخدم هاي الحالة الجينيت والانتي اسيد او مادة الانتي اسيد انتي عفوا اتش 2 ريسبتور انتاجونست، ونستخدمها بوجود الجاستريك اسيد يتحول الى جيل، والجيل راح يطفو، ومن يطفو يسبب لي قله في بارير تو ريديوس دي ريديوس دي ريفلكس. زين ايضا ممكن اطبقها في الووند. الووند عندنا دراسنج يعني خلينا نقول تضميد الجروح، وود دراسنج هم ممكن نستخدم هاي الكولويدال سيستم. ايضا تكون هاي عندنا انر دراسنج، مواد خامله في الدراسنج ممتازه، وعندنا ايضا بها انتراكتيف دراسنج اكو اللي تتفاعل مع الجرح، واكو عندي البايو اكتيف دراسنج، ثلاث انواع اكو. فالايديال فيتشر اولا ريموفال اوف ذا عندنا الاكزوديت، هاي بعضها شو تسوي لنا؟ تمتص عندي الاكزوديت، الاكزوديت اللي هو الماده القيحيه. كيب ذا عندنا المويست انفايرمنت، خلي الرطوبه في الانفايرمنت موجوده، والاو جاز اكستشينج وتسمح لتبادل الغازز، وعندنا ان الايزوليشن تحميها كعزل وبروتكت فروم ذا وود فروم ذا عندنا الكونتامينيشن. اذا هاي اعمالها الايديال فيتشر اوف ذيز مواد اللي هنا استخدمناها ك هو بشكل جيلينج طبعا على شكل دراسنج نخليها على الوود. ايضا الانتراكتيف دراسنج شنو هي؟ هيلب تو كرييت ا اوبتيمم مايكرو انفايرمنت فور هيلينج. اكزامبل اوف ذا هيدروجيل، هيدروجيل دراسنج اللي هو الجل اللي تكون عندنا شيت، شايفين ان الشيتات اللي مثل الجل عليها مثل الماده الدهنيه ويخلوها على الجرح، هي بالحقيقه هاي ماده كولويدال سيستم بها فد ميزه انه تسحب
مادة الأكسودات الموجودة، وتمنع من وتسمح بالتبادل الغاز between the environment and the wound، وأيضا ما تمنع تحفظ إن المويستشر environment. زين، نيجي على البايو اكتيف. ايضا دراسينج، بايو اكتيف دراسينج هي هيدرو كولويدال دراسينج. هيدرو كولويدال دراسينج consisting of gel forming compound، مواد على شكل جيل. example عندنا CMC اللي هو عندنا العفو مثل سيلولوز، كاربوكسي مثل سيلولوز، وعندنا الاوكلوسيف اور سيمي اوكلوسيف، يعني تكون عاده مغلقه او شبه مغلقه. وهذه الهيدرو اكتيف دراسينج نوت جيل بروديوسينج، ما تسوي لي جيل بالحقيقه. وعندنا هاي ابزوربد للووتر بروف اند سيمي بيرميبل، هذه الماده تكون كلش تمتص يعني ابزوربد، يعني امتصاص يصير عليها امتصاص الماده، الطبقه الفوقانيه تمتصها، وهي ووتر بروف ما تسمح للمي ان يدخل، وسيمي بيرميبل يعني تشبه عبور الماده من خلال الاغشيه. مثال على ذلك الجينيت دراسينج، الجينيت از كومبوز اوف جلورونيك اند عن منورونيك اسيد. زين، هذني واحده من الامثال، هذني يسمون بايو اكتيف دراسينج. بايو اكتيف دراسينج ليش بايو اكتيف دراسينج؟ لانه هذني يدخل دارات حتى داخل الجسم. زين، نيجي على الميوسيلج، ماده الميوسيلج ايضا ثيك viscous aqueous solution or عندنا gum or hydrocolloids. هاي المادة أيضا used for suspending insoluble substances in mixture. أما مادة مذوب فأنا أسوي لها على شكل suspension، وهاي المادة اللي هي insoluble وتكون على شكل suspension أخلي الميوسيلج، فهو راح يسوي لي عملية ميكسينج وياها وتصير عندي dispersion system. اكزامبل على ذلك الميثيل سيلولوز ميوسيلج والتراجاغانث ميوسيلج. كونتيننج عندنا بريزرفاتيف، هي بحال ذاتها بها بريزرفاتيف، اكزامبل كومباوند هيدروكسي بنزين بنزويت صوديوم 1% اذا نحتاج لها. لازم تحفظ بين درجه حراره 2 الى 8 اند سيلد كونتينر، لانه خوفا من الكونتامينيشن. زين، اذا حتى نحفظها من الكونتامينيشن نحط لها هيدروكسي بنزوات صوديوم او سوليوشن عفوا. بعد الاكيجيا اللي هي مثل ما قلنا نوع الجام، ارابيك جام يسموها، ايضا عندنا بولي الكتريك بولي كترولايت اتس سوليوشن از هايلي فيسكس، المحلول مالتها كلش ثيك فيسكس اند اكستريملي سولبل ان ووتر، تقريبا 37% 37 سنتيجريز. pH and concentration of the salt affect its viscosity. إذا غير درجة الحرارة أو غير الـ pH راح يتغير الـ viscosity مالتها. وين تستخدم؟ use as emulsifying agent. emulsifying agent من 10 إلى 20%. suspending agent من 5 إلى 10%. ديروا بالكم إذا 5 إلى 10% استخدمها كـ suspending agent. بحالة الإيمالشن أستخدم 10 إلى 20% من الأكيجي عربيك، أكيجي عربيك جام أو جام عربيك. incompatible with phenolic compound، ما تتوالم ويا الفينوليك كومباوند، example فينول أو الجريزول، إذا ما تسنمزجها ويا الفينول. عندنا from coacerative with gelation زائدا عندنا بوزيتيف بولي الكترولايت، اذا سبب لي ان الكوسيراتيف هذا اللي قبل شوي حكينا عنه، اللي هي انفصال السوليوشن الى تو لايرز، واحده تكون ساتوريشن ويا الكولويدال سيستم والثانيه لا قليله، سميها كوسيراتيف العفو وذ جيليشن، يسبب لنا جيليشن بحاله وجود بوزيتيف بولي الكترولايت. بولي الكترولايت هذه هو، شوفوا هذه الحالة، وإذا pH صعدت شو راح يتأثر الـ pH على من؟ على الجيليشن وعملية الانستابلتي مالتها. إذن الأكياجي النوع هذا الآخر اللي فادنا كسسبندنج ايجنت أو كإيمالسيفاينج ايجنت. زين، هسا الأكياجي الميوسيلج أخذناها، وأخذنا التطبيقات البايو أكتيف والووند ونستخدمها
وراح ناخذ الان بعدها التراجاجان، ماده التراجاجان. اذا partially soluble in water. Poly electrolyte form highly viscous solution. إذن هذه تسبب لي soluble in water وهي poly electrolyte وهي form a high viscous solution وأن ال viscosity is pH dependent يعتمد على pH و used as a suspending agent emulsifier and gelling agent كلهم نقدر نستخدمها suspending agent emulsifier and gelling agent كل ممكن نستخدمه. At pH 7 it reduces efficacy of the antimicrobial preservative example methyl propan but not at pH pH 5. إذا ال pH وايد تأثر عندنا عليه من على الانتيميكروبيال اكتيفيتي اور بريزرفاتيف من يكون ات بي اتش 7 ات ريديوس افيكاسي اوف انتيميكروبيال بريزرفاتيفز يقلل فلذلك لازم نخلي بريزرفاتيف هنا نخلي له مثلا مثل بروبابان بات ات بات بي اتش اقل من 5 لا ما نحتاج نضيف بريزرفاتيف. زين عندنا بعد ماده الالجينيت. الجينيت طبعا الجينيك اسيد صوديوم الجينيت كلهم ذني مواد is insoluble in water. الالجينيك اسيد طبعا insoluble لكن الصوديوم الجينيت soluble طبعا. الالجينيك اسيد is insoluble in water due to the very regular structure كلش مركب هو يعتبر من النوع الريجولار لانه الهيدروجين bonding between the polymer chain. Derivatives which increase irregularities in the chain are soluble in water مثل عندنا البروبيلين جلايكول ايستر هذا واحد من الامثال اللي يكون اور صوديوم الجينيت. صوديوم الجينيت يذوب بالماء. ليش يذوب بالماء؟ لانه هذا يعتبر ديريفيتيف اوف الجينيك اسيد ولانه الريجولاريتي راح يصير بالتشين. فالصوديوم الجينيت اتس فورم فيسكس كولويدال ديسبيرجن ستيبل ديسبيرجن العفو هو كولويدال ديسبيرجن ستيبل بتوين بي اتش 4 تو 10 وأقل من 3 ألجينيك أسيد راح يترسب. فلازم نحافظ على pH between 4 to 10 بس ننزل pH الألجينيك أسيد راح يترسب ويرجع طبيعي. Addition of NaCl راح يسوي له salting out طبعا و gelling formation by calcium. إذا أضفنا الآن مثلا الكالسيوم كلورايد راح يصير عندنا gel راح يتحول إلى gel. زين هذني أمثلة مهمة ترققات عندنا الجينيت اكاجيا ميوسيلاج لان كل استخدامهم احنا يعني على مدى الصيدله نحتاجهم. عندنا الكربومور الكربومر اللي هن مواد اللي هي الكربوبول نسميها احنا طبعا اكو عده انواع الكربومر اللي هي الكربوبول اكو كربوبول 900 وكربوبول 950 مع انواع كثيره كاربوكسي بروبيل كاربوكسي بولي ميثيلين الميكرو ويت مالته عاده تكون عاليه اوف اكريليك اسيد كونتيننج ا هاي بروبورشن اوف كاربوكسيل جروب بها كلش كاربوكسيل جروب واكزامبل ان سوليوشن از اسيديك المحلول مالته يكون عاده طبعه اسيديك عندك وين نيوتراليز ونيوتراليز يصير عندي فيسكوسيتي تزداد نخليه بعد هو اسيدك اذا زايد البي اتش يعني أو هذا راح الفيسكوسيتي تزداد عندك يسوي لنا جيل يسوي لنا جيل. فاذا الكترولايت تقلل الفيسكوسيتي الكترولايت تقلل الفيسكوسيتي اوف ذا سيستم اف ان اف ان ايونيزابل دراج از بريزنت so the high concentration of carbamol required to form of the gel. إذا عندي دواء متأين فإذا من أستخدمه لازم أستخدم concentration عالي من مثلا الكربامول اللي هي الكربوبول وجماعته حتى أحصل على جيل زين. النوع الأخير هو السيلولوز derivatives اللي هي الميثيل سيلولوز MC و slowly soluble in water. It's in the physical property vary تختلف with in with DS and DP زين مع ال
الفيزيكال بروبرتي مالته تختلف بوجود عندنا عندنا حالة، إذا كان عندي بحالة الهاي دي بي دي هاي سوليوشن فيسكوسيتي، هاي هاي دي بي يعني هاي فيسكوسيتي يصير عندنا زين. لو فيسكوسيتي الجريد، لو فيسكوسيتي جريد الاماسيفاير، اذا استخدمت على شكل الفيسكوسي مالته قليله راح استخدمه كاماسيفاير، اذا هاي فيسكوسيتي جريد عاليه راح استخدمه كثيكنينج ايجنت اند جيلينج ايجنت. اوكي، ات جيلز اون هيتنج، على الهيت تصير راسا جيل. بالهاي كونسنتريشن اوف الكترولايت سولت اوت، راح يصير عندي سولت اوت اوف ذا مثل سيلولوز. فلازم انتبه انه اذا انا شنو اللي ابدا استخدمه، استخدمه كايمالسيفاير لو فيسكوسيتي جريد من هذا الميثيل سيلولوز، اذا ابدا استخدمه هاي فيسكوسيتي جريد راح يصير ثيكنينج ايجنت، ماده مثخنه اور جيلينج ايجنت يعتبر، والهاي كونسنتريشن بالالكترولايت راح يسبب لي مشكله السولتنج اوت اور سولت اوت. طيب نجي عليه من على ال هيدروفيليك كولويدال اند ريليتد ماتيريال، انواعها مثال عليها صوديوم كاربوكسي ميثيل سيلولوز، صوديوم كاربوكسي ميثيل سيلولوز سولبل ان ووتر ان اول تمبريتشر، اتس ان ميوسيلج ار مور سنسيتيف تو تشينج ان بي اتش، والفيسكوسيتي اوف ذا برودكت از ديكريزد از ديكريز ماركتلي وين ذا بي اتش ديكريز اور ذا بي اتش اكثر، يعني اذا تكون كلش اسيدك او كلش بيسك راح يصير عندنا الفيسكوسيتي مالته راح تقل عندي. هذا اللي هو الصوديوم كاربوكسيل كاربوكسي مثل سيلولوز. زين، عندنا بعد عندنا فلو بروبرتي اكزامبل فيسكوسيتي اوف كولويدز ار ديترمايند باي شيب اوف ذا ماكرو مولكيول. ماكرو مولكيول هذا اذا شنو هو الفلو بروبرتي، حركه ال صفة الحركة، صفة الفلو flowability مالتها or of the here example of viscosity of colloids are determined by shape of the macromolecule. إذن changes in the macromolecule solvent interaction can lead to the change in the shape. إذا غير من الشكل الماكرومولكيول أسويها macromolecule solvent interaction راح يتغير عندي الشيب. In good solvent, linear molecular are extended as the polar group is solvated, resulting in increase in the viscosity. فإذا هاي الحالة، بحالة إذا solvent كان good راح يصير عندي يعطيني linear increase in the extension، شكل linear يصير كل ما أزيد من المولكيولر ال شو اسمه الماكرومولكيول تزداد. فار اكستندد از ذا بولر جروب، شكل ما البولر جروب هي تصير بها سولفيتد فيؤدي الى زياده بالفيسكوسيتي، لكن ان بور ان بور سولفنت لا، المولكيولز تند تو كويلد اب تو كويلد اب اور فولد از ذا انتر مولكيولر انتراكشن، يصير عندي ماكرو مولكيول ثم سولفنت افينيتي اعتمادا على الماكرو مولكيول اعتمادا على السولفنت افينيتي. هسه راح نشوف ان شاء الله هاي بواحدة من الأمثلة أنه من يصير يعني كورد، يعني بدل ما أنه الماكرو مولكيول والبولر جروب راح يصير بها سولفيشن مع أفرض هسه هذا أفرض هاي بولر جروب هاي تشين مثلا وهاي أيضا بولر جروب واحدة فراس يصير بها سولفيشن ويا الووتر. بحالة اللي الثانية اللي هي نسموها بور سولفنت مولكيول لا، هذه التشين راح يصير بها كويلد هالشكل يصير الشيب مالها يختلف، قلنا انه هذا change in the shape تمام ولا لا، فهذه اعتمادا على نوع السولفنت المستخدم. زين، الايونايزد ماكرو مولكيولز ار مور كومبليكيتد ديو تو ذا تشارج انتراكشن فارينج ان ذا بي اتش اديتيفز، اذا الماكسيمم ايونايزيشن بوليمر ستريتش اوت فيسكوسيتي انكريز اديشن اوف كاونتر ايونز reduces effective charge والمولكيول contract
والفيسكوسيتي ديكريز. هاي الكلمه ديكريز هنا، انا فيسكوس ديكريز يعني شو بدي اقول؟ انه عندنا اكو نوع اللي هي الماكرو موليكيول، اللي هي البارتيكلز اللي عندنا، نحكي على البارتيكل عندنا طبعا، اللي هي بيها تشين او ما بيها تشين، مو شرط بارتيكل، هي هذه تكون ايونايز، هي ايون متأينة. هاي مور كومبليكيتد، كلش معقده. ليش؟ لانه تغير بمن تشارج انتراكشن ده يصير عندي، تغير بالبي اتش راح يصير عندي. من اضيف اديتيفز مثلا ماكسيمم عند ماكس وذ الايونايزيشن، البوليمر ستريتش، البوليمر راح يتمدد اوت، والفيسكوس راح تزداد، واديشن اوف كاونتر ايون، بعد ما اضيف فد ماده يقلل من الايونات، مثلا اضيف، افرض اضيف ان اي سي ال مثلا، ها يسموها كاونتر ايونز، ريديوسز افكتيف تشارج، والموليكيول راح يصير بيها كونتراكت، والفيسكوستي راح تقل. فاذا يعني بكل الاحوال انه نوع العلاقه بين السولفنت ونوع الموليكيول راح تسوي لي ماكرو موليكيول نتيجه السولفنت او نتيجه الكويل اللي يصير كويل، فالشيب راح يختلف عندي. طيب الجيل اخر شيء هو الجيل. الجيل شنو هي؟ هي سيمي سوليد سيستم consisting of either suspensions of small inorganic particles or large organic molecules interrupted interpenetrated by the liquid interpenetrated by a liquid. زين هاي شنو هي؟ دي يصير عندي كالاتي، عندي الان الجيلنج هي بالحقيقه مثل فس ستراكشر، عندي ستراكشر اكو عندي خلينا نقول فد بارتيكلز موجوده زين، واكو عندي بيناتين اكو روابط، بارتيكل اكو روابط بيناتين، هذا الجيل يسميها. The small inorganic particles or large organic molecules interpenetrated، هذا الانتربنتريتد بيناتين يصير by a liquid، يدخل السائل بيان يسوي لي structure. Two-phase system gel mass contains a network of small disaccharide particles. Okay, small disaccharide particle. Example, bentonite gel والألمنيوم هيدروكسيد gel، أمثلة عليه هذا الشيء. زين أكو عندي single shape system، عفوا single phase system، اللي هي الماكرومولكيولز أن uniformly distributed through a liquid. No apparent boundaries exist between the two. مثلا أجيب التراجاجان جيل، أحط التراجاجان في الوتر، ماكو رأسا يتحول إلى أنه ستراكشر كامل وماكو باندري بيناتهم. مثل الكاربوكسي مثل سليلوز، رأسا أخليه بالوتر وأسوي له ميكسينج، تحول إلى جيل وما عندي كل مشكلة به، ويشوف الديستريبيوتنج ثرو ذا ليكويد، راح يصير ديستريبيوشن الماكرو موليكيول ويونيفورملي ديستريبيوتد هالماتيريال. هذا امثله عليها، شوف هاي الامثله اللي شلون يصير عندنا المنيوم هيدروكسيد جيل، شوف شلون يصير شكله، وعندنا البنتونايت هذا شكله، وعندنا التراجاجانث هذا شكله، راسا يصير مزج ويل ووتر والجيلاتين سنجل فيس، هذا جيلاتين سنجل فيس بهالطريقه هذه. طيب هذا الستركتشر اللي اقول لكم عليه، هذا الستركتشر انه اكو عندي يصير فد نتورك بيناتهم، يصير عمليه اتصال من خلال طبعا هيدروجين بوند، هي اغلب اللي يصير عندنا. زين شوفوا فورميشن اوف ذا جيل منين تجي؟ تجي من فورم باي فلكتويشن اوف ذا لايوفوبيك سوليوشن. لايوفوبيك يعني الماده اللي تحب تكره السولفنت، لايوفوبيك سوليوشن. فاجيب مثلا البنتونايت، المنيوم هيدروكسيد، اور عندنا الفيجم، هذا اني باعتبار اني تدرون ذني مواد يسموها سولفنت هيتنج باي فلكتويشن، يعني تجمعات اللي تتكون، اسوي لي ويك بوند، بعدين من اسوي لها شيكينج والبوند راح تتكسر، ها بيعطيني عندني هيدروفوبيك سوليوشن، والهيدروفوبيك ستاندينج فور ا وايل، ذن بارتيكل كولويدال فلكتويشن اكر، ويتكون عندي جيل. زين هذا انه الجيل يسموها ثيوكزوتروبي، يعني ممكن ان يرجع، يعني ريفرزبل جيل سوليوشن فورميشن نو تشينج ان ذا فوليوم. زين فاذا اذا جبنا فد ماده البنتونايت والهيدروكسيد
الالمنيوم هيدروكسيد او البيجم، و راح اكو عندنا بينات ويك بوند باعتبار ويك بوند جل، فراح يصير عندي بالشيكينج راح يتكسر البوند وبالنتيجه فور ستاندينج فور ا وايل then the particle colloidal or fluctuation occur. Fluctuation occur يعني مثل الجل، يعني هلام، مادة هلامية تتحول، وهي المادة الهلامية هي تعتبر ثيوكزوتروبيك، والثيوكزوتروبيك يعني لا تركتها فترة ينفصل يرجع إلى وضع الطبيعي إلى ووتر وبارتيكل أخرى معزولة. زين الجل فورميشن مستمرين بي شنو معناها؟ الماكروموليكيول فورم a network by عندنا انتجلمنت. انتجلمنت يعني شنو؟ يعني مثلا لو اخذنا تراجلجان اند مثل سيلولوز اور باي اتراكشن بتوين مولكيولز سيتش از هيدروجين بوند اور فاندرفال فورسز، فيصير عندي يتحول الى يتكون الى جيل. فالماكرو مولكيول تسوي لنا نتورك زين، فهذه النتورك بعمليه البوندنج اللي يصير اما فاندرفال فورسز اور هيدروجين بوند، فيصير عندي تحول الى جل. اذا فور جيليشن اند ناتشرال جامز اكزامبل بكتين تراجاجان انكريز ان ذا تمبريتشر بريك الويك بوند كوزز ان ليكويفيكيشن اوف ذا جل ذي ذا جل اون كولينج اور ذي عفوا ذي جل اون ذا كولينج. اذا هذه مشكلتها وين؟ بالحراره تفقد الجل مالتها يصير ليكويفيكيشن بيناتهم، بالبروده ترجع جل. هذا هو ثيوكزوتروبيك، نقول ثيوكزوتروبيك فور جيليشن اند ناتشرال جام بكتين تراجاجان انكريز ان ذا تمبريتشر بريك الويك بوند وكوزز ليكويفيكيشن اوف ذا جل، لكن بالبروده يرجع الى مره ثانيه على شكل جل. اوكي فور ووتر سولبل بوليمرز اكزامبل مثلا مثل سيلولوز، لا ات ويل جل وين هيتد، راح لما تزيد الحراره مالته راح يبقى جل انتل مور ذان 50 سنتيغريز. ليش اكثر من 50؟ ايش راح يصير؟ بيكوز اون هيتينج ذا ووتر اوف ذا سولفيشن تينز تو بي لوست، فالبوليمر بيكمز لاس سولبل، فالموليكيول ادنا شنو ان لوك توجذر ان ذا جل موليكيولز راح يصير بها يعني تصير بها اجريجيشن وتنفصل. The gel on the heating and the thermal gelation. Then they gel on heating. They on heating thermal gelation. Okay. فإذا اللوس راح لأن من يصير less soluble فراح يفقد البوليمر become less soluble والمولكيول عندنا lock together in the solution. Okay. هذا اللي راح يصير. زين. إذن الجيل فورميشن هو يسموها الكروس لينكينج اوف ديزولفد ماكرومولكيول باي برايمري بالانسي فورسز، طبعا برايمري بالانسي فورسز also cause مثلا فورميشن اوف ذا جيل ريفرسبل جيلينج، نقول عليها باي برايمري بالانسي فورسز، هي البالانسز يعني تعرفون يعني بالانسي تصير يعني positive negative مثلا، تمام ولا ف primary balance يعني كان مال البوند اللي يصير بين ايونات positive و يعني مو ايونات اللي على السيرفس راح يصير مع chain مع البوليمر، فيصير عندي نوع من الفالنسي forces also causes formation of the gel irreversible gelling يعتبر permanent دائمي gel example silica gel زين اللي هو 3 dimensional network by the SiO bond. SiO bond يعني شوفوا هذا الـ O bond، الـ O ويا الـ Si يصير bond، وهاي البوند هو اللي يصير عندي permanent دائمي الجل irreversible غير عائد. Preparation of the gel شو نحضره؟ عندنا وين macromolecules are used as a gelling agent. طبعا الماكروموليكول دائما قلناها انواع، عندنا قبل شوية حكيناها عن الايجنتس سواء الميوسيلاج عندنا الكاربوبول هذين using as a gelling agent they should be dispersed periodically to يعني اول شيء period sir dispersion to hydration حتى صار تاخذ عندنا مع الووتر يصير بيناتهم يصير عندنا عمليه solvation to prevent lump
فورميشن، حتى ما يصير تكتلات زين with high sharing، يعني خلال الميكسينج نسوي هي يصير عندنا high share or عندنا pre what the macro molecule with organic liquid such as مثلا ايثانول او جليسيرول. افضل حل هو هذا، انه احنا ناخذ الماكرو مولكيول مع كميه قليله من ماده الجليسيرول او الايثانول حتى نسوي لها ويتنج حتى تصير مرطوبه، ما يصير بها عمليه لامب اول مره ميكسينج، وبعدين راح نخبطها ويا الفوليوم الكلي سواء للمحلول المطلوب. الاكزامبل اللي هو نمبر 1 ميثيل سيلولوز باودر از ديسبيرز ان ثلث اوف ووتر at 80 to 90 centigrees with high speed of stirring. The rest of the water is added cold, نحط cold or as ice to obtain the prompt dissolution. زين هذا اول نوعيه، انه الميثيل سيلولوز نخليه اول مره ثلثه ب 80 الى 90 سنتيغريز ونسوي له ستيرنج سريع، والمادة الباقية اللي هي كولد ووتر حتى تقل درجة الحرارة، قلنا بدرجة الحرارة العالية يفقد الجلينج يروح من عندنا، فحتى نوازن درجة الحرارة إلى درجة حرارة باردة to obtain the prompt dissolution. Number two عندنا تراجاجانت، عندنا for gelation on cooling نخليها بدرجة حرارة for cooling lower temperature higher concentration and higher molecular weight prompt gelation and to produce strong gel. فعندنا مثلا اكو بعض الميثيل سيلولوز يحتاج درجه حراره، اكو مثل تراجاجات لا lower temperature اكون استخدمه، higher concentration استخدمه زين حتى احصل strong gel. preparation of the gel مستمرين، temperature شنو تاثيرها؟ water soluble polymer gel on heating مثلا natural gum and gelation gel on cooling. فإذا هذه هي تأثيرها أول مرة اللي هي water soluble polymers هذا على بالهيتنج حتى شو يصير عندي مثل natural gum مثلا يصير عندنا gelation وبعدين أبردها. أوكي هذا temperature. solvent infection هي مثلا أنا مادة ما قلنا عليها مشكلتها مذوبة بسرعة، أعطيها alcohol lower the dielectric constant of medium، فأخلي شوية الكحول حتى يصير عندي عملية ويتنج ها، ويصير عندي عملية ميكسينج مضبوطة، ويصير ديستريبيوشن ديستريبيوشن صحيح. فالكحول لورينج لورز ذا دايلكتريك كونسنت اوف ميديوم، فيصير عندي دي هايدريت دي هايدروفيليك سوليوت. الكحول لورز ذا كونسنتريشن ات ويتش الكترولايت سولت اوت، ها الكحولز لورز ذا كونسنتريشن ات ويتش الكترولايت سولت اوت hydrophilic alkaloidal with this will causes gelation to occur at lower concentration of the gelling agent. Then alcohol may causes adna coacervation. Then إذا الالكحول أضيفه بكمية قليلة، إذا concentration بكمية عالية alcohol lowers the concentration at which electrolyte salt out hydrophilic colloidal. This causes gelation to occur at lower concentration of gelation agent. بالعالية قلنا ما يفيد، ليش؟ ممكن الكحول يسبب لي conservation. conservation مثل ما قلنا انفصال المحلول الى two layer او الجيلينج agent او العفو الdispersion system، واحدة بيها تكون concentrated مادة والوحدة تصير بيها low. والسولت effect شنو؟ اذا اضفت salt inorganic salt will cause gelation to occur at lower concentration or sorting out. فإذا باللو concentration فقط نقدر نستخدم السولت، بالconcentration عالي مو صحيح. صار عندي الكحول والسولت والtemperature تأثيراتها على الجل عرفناه هنا. هذا آخر شيء من هذا من هذا الموضوع. إذا هذا موضوع الآن الجل colloidal system درسناه بكل تفاصيله، وإن شاء الله هذه آخر محاضرة، ما راح ناخذ محاضرة أخرى في هذا الكورس، راح نترك الكورس للكورس الثاني إن شاء الله اللي يكون بي راح نبدي بعملية الإيمولشن وباودر والتابلت والسبوستريز وهكذا، ثان يكون إن شاء الله نأجل على الكورس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.